إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة طاعون عمواس ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أصحاب الأجناد وأمراء الأجناد، وما حصل في ذلك من حكم وعبر وأحكام. ونذكر ذلك يا عباد الله بمعناه مختصرا. قد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، خرج إلى الشام، فلما بلغ سرق، وهي مكان في وادي تبوك في طرف الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ومن معه من الأمراء كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم من أمراء الأجناد الذين ولاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على ولايات الشام. فلما بلغوا سرغ قالوا له إن الطاعون قد وقع في الشام. فتوقف عمر رضي الله عنه وأرضاه عن القدوم إليها، فقال لابن عباس رضي الله عنه: ادعُ لي المهاجرين الأولين. فجاء المهاجرون الأولون، فاجتمعوا مع عمر رضي الله عنه، فاستشارهم في الأمر، فاختلف المهاجرون الأولون، فمنهم من قال: إنك قد قدمت على أمر، فلا نرى أنك ترجع. وقال آخرون: معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الناس، فلا نرى أن تقدم بهم على هذا الوباء، أي خشية أن يهلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم عمر قد اختلفوا قال: ارتفعوا. فارتفعوا، وأمر ابن عباس بأن يدعو الأنصار، فجاء الأنصار واجتمعوا مع عمر رضي الله عنهم، فاستشارهم وقالوا كما قال المهاجرون، فقال: ارتفعوا. فارتفعوا، فأمر عمر رضي الله عنه، أمر ابن عباس بأن يدعو مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعاهم فشاورهم، فلم يختلف عليه رجلان بأن يعود ولا يقدم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني مصبِّح على ظهر. فأصبحوا، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: أفرارًا من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأنه كان يجلُّه ويثق في علمه، فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لتعجب منه، ولكن أن تصدر من أبي عبيدة فإنها عجب. فقال له غيرك قالها يا أبا عبيدة: نفر من قدر الله إلى قدر الله.
ثم ذكر له مثالا على ذلك، فقال: لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، عدوة خصبة وعدوة جذبة، فإن رعى في هذه رعى بقدر الله، وإن رعى في هذه رعى بقدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه متغيبا لحاجته، فجاء فقال: إن عندي علماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الشأن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه حمد الله ورجع، لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي أول موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المحدث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيما كان قبلكم محدثون، أي ملهمون للصواب، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. وفي هذه القصة فوائد كثيرة، منها أن النبي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وكان الوالي والحاكم يباشر ذلك بنفسه، ويراعي الرعية، وينظر في أمرهم، وينظر في أمر السرية وفي أمر الجيش، حتى يرى ما يصلح الحال ويتخذ القرار. ومن فوائد هذه القصة يا عباد الله أن الاستشارة خير كبير. فعمر رضي الله عنه المحدث الملهم، وهو خير أهل الأرض في ذلك الوقت، خير من يمشي على الأرض، ومع ذلك يستشير غيره ممن هم دونه من الصحابة، فاستشار المهاجرين، واستشار الأنصار، واستشار المشيخة من قريش من مهاجرة الفتح، حتى يتخذ قراره. كيف لا، وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالشورى، وأمرهم شورى، وقال: وشاورهم في الأمر. فالمشاورة في الأمر لا تنقص القدر، بل ترفعه وتدل على الخير. ومن فوائد هذه القصة أن كبار السن وكبار التجربة هم أقرب إلى الصواب من غيرهم. فانظروا إلى خلاف المهاجرين، وإلى خلاف الأنصار، وإلى استقرار الرأي عند مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، لأنهم كبار بالسن وكبار بالتجربة، فلم يختلفوا على عمر، بل كلهم اتفقوا على أن يرجع، ووافق ذلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن فوائد هذه القصة أن العلم قد يكون عند الأدنى، وقد يكون عند الأقل علمًا، كما حصل في هذه القصة، فإن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار لم يعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يناقشوا ولم يختلفوا، بل سلموا ورجعوا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا دليل
على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أول الأمر قد اختلفوا مع عمر رضي الله عنه، فلما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه بإذعان وطاعة، ولم يناقشوا في ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد هذه القصة يا عباد الله قبول خبر الواحد عن الثقة، فقد قبل الصحابة كلهم ومن معهم من الناس خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقبلوه وعملوا به. وفي هذا يا عباد الله رد على من ينكر حديث الأحاد، فإن أغلب السنة أحاد، فإن أغلب أحاديث السنة أحاديث أحاد، وعدم قبول الأحاد هو عدم قبول للسنة. ومن فوائد هذه القصة يا عباد الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يراعي أمر الرعية ويخشى عليهم من الهلكة، فلم يقدم عليهم بل استشار الجميع حتى لا يعمل عملا يوقعهم في الهلكة. وفي هذا يا عباد الله دلالة على أن هذا الدين يعتني عناية عظيمة بحفظ النفوس، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه القصة وغيره من الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحفظ النفوس من الضروريات الخمس التي حفظها الإسلام وعظم شأنها. ومن هذا يا عباد الله فإن وزارة الصحة قد وجهت مشكورة بأخذ الإبر الموسمية للإنفلونزا، وخاصة كبار السن ومن هم في أشد الحاجة إليها. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.